بسم الله الرحمن الرحيم. السيشن ديت فيها تطبيق عملي على الجزء الخاص بالشبكات اللي اتكلمنا فيه مجموعة السيشنز اللي فاتت. هنبدأ نتكلم في السيشن ديت عن ازاي نحط الاي بي ادرس للجهاز، وازاي نتست على الاي بي وعلى الكونكتيفيتي ما بين الاجهزة وبعضها، وبعدين ازاي نشوف الماك ادرس بتاع الجهاز، وازاي نشوف النتورك ستاتس والار بي كاش الخاصه بالجهاز. بدايه الجزء الخاص ب هاو تو اساين الاي بي للاجهزه، ازاي نحط الاي بي ادريسز للاجهزه سواء كانت اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. هنلاقي هنا جنب الجزء الخاص بالكلوك واللانجوج في الرمز بتاع النتورك، رمز النتورك دوت ممكن نجيبه كمان من كنترول بانل من النتورك. لو عملنا رايت كليك عليه عملنا اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، هيجي لنا هنا الكونكشنز المختلفه الخاصه بالشبكات في الجهاز بتاعنا. هنيجي نتك على تشينج ادابتر سيتنجز، تشينج ادابتر سيتنجز. في الجزء الخاص بالتشينج ادابتر سيتنجز هنلاقي كروت الشبكه الموجوده في الجهاز، كروت الشبكه المتعرفه في الجهاز وحالتها ايه. يعني مثلا هنلاقي هنا ايثرنت، يبقى انا عندي هنا كارت ايثرنت، كارت شبكه نوع ايثرنت، والكارت الكارت دوت تصنيع شركه ريال تك، يعني دوت ريال تك ادابتر، ونوعه جيجا ايثرنت، يعني كمان الكارت دوت سرعته 1000 ميجا بيبر سكند. هنلاقي فيه كارت واي فاي، كارت وايرلس. معظم اللابتوبس هنلاقي فيها النوعين، نوع ايثرنت ادابتر او كارت شبكه سلكي يعني كابل تويست بير، وكارت تاني وايرلس او واي فاي ادابتر. لما نلاقي شكل كارت الشبكه دمد كده معناه ان احنا عاملين ديس ايبل الكارت، احنا اللي مقفلينه بايدينا. ممكن نعمل رايت كليك عليه ونعمل انيبل، او على حسب ما الادمنستريتور شايف يعني عايز يخش على الانترنت من خلال كارت النتورك الوايرد يبقى ممكن يعمل ديس ايبل للكارت التاني. ايا كان كده عندنا كارتين شبكه. الكروت الباقيه ديت مكتوب تحتها فيرتشوال بوكس وكارت في ام وير وكارت في ام وير. الكروت دي كروت تخيليه بتعملها برامج خاصه لو احنا نزلناها على الجهاز بتاعنا، زي مثلا برنامج الفي ام وير. برنامج الفي ام وير دوت مهمته انه يعمل اجهزه تخيليه على الجهاز بتاعي، يعني لو انا حابب اشغل اكتر من نظام تشغيل على نفس الجهاز بتاعي في نفس الوقت، مثلا جهاز تخيلي عليه لينكس وجهاز موجود عليه يونكس غير جهاز الويندوز الموجود، يبقى هحتاج انزل عندي برنامج الفي ام وير او برنامج الفيرشوال بوكس. فمهمه البرامج سواء في ام وير او فيرشوال بوكس او غيرهم انهم يعملوا لي فيرشوال ماشينز، اجهزه تخيليه. ودي ده الترند دلوقتي في عالم الاي تي، ان يكون عندي فيرشواليزيشن للاجهزه، يعني يكون عندي جهاز واحد بس سيرفر وبعدين نشغل عليه او يعني ننزل عليه اكتر من نظام تشغيل ما لهمش علاقه ببعض. فبيسموا انظمه التشغيل ديت فيرتشوال ماشينز، وعشان طبعا نشغلها لازم يكون عندي برامج زي في ام وير او فيرتشوال بوكس او غيرهم كتير، زي اي 6 اي، زي هايبر في، زي زين، وكتير من البرامج موجوده دلوقتي في السوق. ايا كان يبقى كده ديت كروت تخيليه مش هحتاجها عندي في الكونفيجريشن. لو احنا عايزين نحط كارت شبكه، نحط اي بي ادرس على كارت الشبكه الواير، بدايه طالما موجود عليه اكس كده يبقى هو نوت كونكتد. طالما موجود على شكل كارت الشبكه هنا اكس يبقى هو نوت كونكتد، بس برضو نقدر نحط اي بي ادرس على الكارت حتى لو مش متوصل بكابل شبكه على السويتش. ازاي؟ نيجي نعمل اي بي على الرمز بتاع كارت الشبكه، وبعدين نعمل بروبرتيز. هنلاقي بعد بروبرتيز في الايثرنت اتنين بروبرتيز، اسم الكونكشن، وعلى فكره انا ممكن اغير اسمه، ممكن اخليه اي حاجه مكان كلمه ايثرنت اتنين ديت. رايت كليك وبعدين رينيم عليه. بعد ما فتحت البروبرتيز هلاقي هنا اي بي فيرجن 4، انا عايز احط اي بي ادرس الجهاز النوع بتاع الاي بي دوت اي بي فيرجن 4، وده الكومون دلوقتي في معظم الشبكات. فهعلم على انترنت بروتوكول فيرجن 4 واتك على بروبرتيز. بعد ما اتك على بروبرتيز هلاقي المكان اللي بقى اساين فيه اي بي ادرس. في طريقتين ممكن نستخدمهم عشان نأساين اي بي ادرس او نحط اي بي ادرس لاجهزه الكمبيوتر. اول طريقه ان يكون الاي بي ادرس ده بيتحط لوحده اوتوماتيكلي،
او يتحط مانيولي اللي بنسميه ستاتيك اي بي. باي ديفولت بيبقى الاي بي ادرس دايناميكلي يعني اوتوماتيكلي، يعني بياخد الاي بي اوتوماتيك. بياخد الاي بي اوتوماتيكلي منين؟ من برنامج تاني موجود على جهاز ما، اسم البرنامج دوت دي اتش سي بي. ممكن برنامج الدي اتش سي بي يكون موجود على جهاز كمبيوتر تاني، وفي الحاله دي بنسميه دي اتش سي بي سيرفر. او ممكن برنامج الدي اتش سي بي يكون موجود على راوتر موجود عندي في البيت، زي الراوتر اللي بتوصلنا على الانترنت كده الخاص بشركات الانترنت سيرفيس بروفايدر. يبقى بصفه عامه سواء برنامج الدي اتش سي بي موجود على جهاز كمبيوتر سيرفر او موجود على الراوتر، فمهمه برنامج الدي اتش سي بي دوت انه يأساين او يدي اي بي ادريسز لاجهزه الكمبيوتر اللي متفعل على الاختيار الاول اللي هو اوبتين ان اي بي ادريس اوتوماتيكلي. وطبعا عشان يدي الاي بي دوت لاجهزه لازم نكون احنا مسبقا عاملين كونفيجريشن لبرنامج الدي اتش سي بي على الرواتر او على السيرفرات الموجوده. الكومن دلوقتي ان الرواتر الخاصه بالانترنت اللي هي الوايرلس راوتر اللي بنجيبها من شركات الانترنت سيرفيس بروفايدر بيبقى باي ديفولت عليها برنامج الدي اتش سي بي شغال، علشان كده ما بنحتاجش نحط اي بيز ستاتيك او مانيوال بايدينا في اجهزه اللابتوبس او اجهزه السمارت فونز او اي اجهزه هتكونكت على الشبكه من خلال الوايرلس راوتر دوت. طب لو احنا بقى عايزين نحط اي بيز بايدينا وبنعمل شبكه وما عندناش برنامج الدي اتش سي بي، يبقى ساعتها لازم نتك على يوز ذا فولوينج اي بي ادرس. هلاقي اتفعل عندي 3 بوكسز، اول بوكس الاي بي ادرس، وتاني بوكس اللي تحتيه السبنت ماسك والديفولت جيت واي او الراوتر اللي عندنا. فلنفرض ان احنا حطينا الجهاز بتاعنا 10.0.0.1، ده الاي بي بتاع اول جهاز. اول ما اتك على الخانه الثانيه اوتوماتيك يحط ماسك 255 وصفار. معنى ايه 255 والباقي صفار؟ الخانه اللي فوق ال 255 بيسموها النتورك اي دي، والخانه اللي فوق الاصفار بيسموها الهوست اي دي. يبقى النتورك دي النتورك اي دي فيها او الشبكه دي جزء النتورك اي دي فيها 10، والهوست اي دي بتاع الجهاز دوت 001. طب معنى ايه النتورك اي دي والهوست اي دي؟ القيمه اللي فوق ال 255 الموجود في الماسك اللي هي نتورك اي دي، دي قيمتها ثابته على مستوى الشبكه اللان كلها، يعني كل الاجهزه اللي في الشبكه عندي لازم تبدا ب 10. لو في جهاز ما غلطنا وحطينا الاي بي بتاعه 11 مثلا، معنى كده عمره ما هيتكلم مع اي حد في النتورك، لان النتورك اي دي بتاعته متغيره. اما الخانات اللي فوق الزيروز اللي في الماسك اللي هي هنا 001، دي لازم تتغير من جهاز للتاني. معنى كده ان الاي بي ادرس فيه جزئين، جزء ثابت على مستوى الشبكه كلها وجزء بيتغير من جهاز للتاني، واللي بيحدد دي حضرتك على حسب الجزء بتاع السبنت ماسك الموجود تحت هنا. يعني على سبيل المثال لو انا كتبت هنا 255 وبعدين 255، معنى كده ايه؟ معنى كده ان لازم 10.0.0 الثلاث قيم دول تكون قيمتهم ثابته في كل الاجهزه الموجوده في اللان اللي عندي في الشبكه اللي عندي، والقيمه لازم تتغير من جهاز للتاني اخر قيمه اللي هي فوق الزيروز. يبقى السبت ماسك هو اللي هيحدد لي فين الجزء الثابت على مستوى الشبكه وفين الجزء اللي بيتغير من جهاز للتاني، اللي هو جزء النتورك اي دي وجزء الهوست اي دي. اوكي كده نرجعها لاصلها. طبعا دي ديزاين انت حر على حسب عدد الاجهزه الموجوده عندك، انت اللي بتسلكت الجزء بتاع السبت ماسك. في قيم ديفولت بس احنا ممكن نغير فيها اني تايم. يبقى كده احنا حطينا الاي بي ادرس اللي هو عنوان الجهاز واللي بيتكون من جزئين، جزء ثابت وجزء بيتغير، والسبنت ماسك اللي بيحدد لي فين الجزء الثابت وفين الجزء بيتغير، واخر حاجه فور هيدها الاي بي بتاع الراوتر اللي هنستخدمه عشان نطلع للانترنت. على سبيل المثال فرضا ان الراوتر الموجود عندنا في الشركه او في المعمل او قيمته 10.0.0.100 مثلا، يبقى ده بيسموه ديفولت جيت واي، ده الاي بي بتاع الراوتر، الاي بي بتاع الراوتر اللي جهازنا هيبعت له عشان يطلع ترافيك او يطلع الداتا بره الشبكه ديت، عشان كده بيسموه الديفولت جيت واي. لذلك المفروض الاي بي دوت يكون موجود وثابت في كل الاجهزه الموجوده عندي في النتورك، لان هو راوتر واحد بس باي بي واحد بس اللي كنا بنستخدمه عشان نطلع على الانترنت. الجزء الموجود تحت هنا اللي خاص بالدي ان اس،
دي ان اس بروجرام او دي ان اس بروتوكول او دي ان اس سيرفر مهمته ان هو ياخد من اجهزتنا اليو ار ال اللي هو مثلا www.yahoo.com ويرجع لنا مكانه الاي بي ادرس. يبقى وظيفة الدي ان اس بروتوكول او الدي ان اس سيرفر انه يماب يحول من اليو ار ال الاسم بتاع السايت اللي احنا حافظينه الى الاي بي الموجود على السيرفر دوت. ولنفرض ان الاي بي بتاع الدي ان اس هو نفس الاي بي بتاع الراوتر، وده يعني فعلا الموجود ان بيكون برنامج الدي ان اس كمان موجود على الراوتر الموجود عندنا في البيت او في الشغل. يبقى كده الراوتر بيقوم بحاجتين، هو ممكن يدينا الاي بي ادرس لو هو شغال برنامج دي اتش تي بي، وكمان بياكت از دي ان اس سيرفر عشان لما نبعت له يو ار ال كاسم يدينا الاي بي بتاع السايت دوت، وفي نفس الوقت هو الجيت واي بتاعنا هو الجهاز اللي هيخرجنا لشبكه تانيه اللي هي غالبا شبكه الانترنت. كده يبقى احنا حطينا الاي بي ادرس والماسك والديفولت جيت واي والدي ان اس، ولو عندي دي ان اس تاني برضو كسيرفر يعني ممكن احط الاي بي بتاعه هنا. كده خلاص خلصنا الاساينمنت للاي بيز. طيب لو انا عايز اشوف بقى القيم دي تاني عندنا طريقين، يا اما اشوفها زي ما حطيتها رايت كليك بروبرتيز وبعديها اتك على اي بي فيرجن 4 وبعديها اتك بروبرتيز، يبقى انا كده بشوفها جي اي يعني بالبيئه الرسوميه الموجوده قدامنا، او الكومون والاسرع ان انا اجي افتح الكوماند برومبت رايت كليك على قائمه ستارت هنا وبعدين run. بعد run نكتب cmd صار command prompt cmd، وبعدين اكتب امر ib config enter. امر ib config بيجيب لي معلومات عن النتورك ادابترز الموجودة عندي في الجهاز بتاعي. مثلا اول حاجة هنلاقي عندي ايثرنت ادابتر، وفي عندي ايثرنت ادابتر في ام وير، وهلاقي عندي ايثرنت ادابتر في ام وير نتورك ادابتر في ام وير 8. ده كل الكروت الموجوده عندي سواء كانت فيرتشوال او فيزيكال، سواء كانت فيرتشوال او فيزيكال. والاحظ كمان ان في مجموعه ما كانتش موجوده جي اي اسمها تانل ادابتر، ودي خاصه بالاوبريتنج سيستم ودي ما بتحطلهاش كونفيجريشن. طيب نيجي على النتورك ادابتر بتاعنا اللي هو كان اسمه ايثرنت 2 هنا. هنلاحظ ان كاتب هنا ايه؟ الميديا ستيت ميديا ديسكونكتد، يعني هو مش عارض لنا اي بيهات لان هو شايف ان الكابل مش محطوط، فيعرض لك الاي بي ليه اذا كان انت اصلا مش هتستخدمه لان مفيش كابل موجود في الكونكشن دوت او في الكارت دوت. علشان نفورسه انه يعرض لنا البيانات حتى لو الميديا ما كانتش موجوده الكابل ما كانش راكب، هعمل امر اي بي كونفج وبعدين مسافه سلاش اول سلاش اول انتر. هلاقي بيانات كتيره، هركز على اللي احنا عايزينه في الاول. هلاقي هنا هوت ايثرنت 2 ايثرنت 2، وكاتب لي هنا هوت ريال تك بي سي اي اي جيجا بايت ايثرنت اللي هو الموديل بتاع والشركه اللي عامله الكارت، وكاتب لنا هنا الفيزيكال ادرس الفيزيكال ادرس الفيزيكال ادرس اللي هو الماك ادرس بتاع الكارت الماك ادرس بتاع الكارت. كنا اتكلمنا قبل كده عن الماك ادرس اللي هو بيتكتب هيكس ديسمال، وهو عباره عن 6 خانات كل خانه فيها 2 ديجيت. وهنلاحظ هنا مكتوب دي اتش سي بي انيبلد نو. احنا في الاول كان الدي اتش سي بي كان اوتوماتيكلي اون، فلما اتكينا على الاوبشن الثاني فبقى كده الدي اتش سي بي انيبلد كاتب قدامها نو no. وجايب معلومات ثانيه طبعا عن كروت الشبكه التخيليه اللي هي الخاصه ببرنامج الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس. بس برضه هنلاقي هنا ان هو مش كاتب لي الاي بي انفورميشن احنا حطيناها الخاصه بكارت 32 لان الميديا ديسكونكتد. ممكن نشوفها بقى لو كنا حاطين كابل على الجهاز بتاعنا او متوصل على الجهاز بتاعنا. لو حبينا نشوفها على الكروت الثانيه التخيليه الاقي مثلا هنا عندي برنامج الفي ام وير، ادي الاي بي ادرس فيرجن 4 بتاعه اهوت، وادي السبنت ماسك ومش متعرف له ديفولت جيت واي
اوكي ده بخصوص الاي بي فيرجن 4. برضو الكارت بتاعي موجود له اي بي فيرجن 6 باي ديفولت، اللي هو بيبدا باف اي 80 دوت، ولو دي ان اس سيرفر وهكذا. فدي كلها معلومات خاصه بالاي بي الخاصه على الكارت التخيلي اللي اسمه في ام وير نوت ادابتر 1. نفس المعلومات ديت اللي احنا كنا حطيناها يعني في الجي اي المفروض تكون موجوده هنا اهوت، بس لان الكابل ما هوش محطوط فجايب لي كلمه ميديا ديسكونكتد. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نتست على الكونكتيفيتي، يعني انا خلاص وصلت الكابل وعايز اتاكد واعرف اذا كان في كونكشن ما بين الجهاز ده وبين باقي الاجهزه ولا لا، الامر الاساسي اللي بيستخدم في ان هو بيعمل تشيك على الكونكتيفيتي امر بينج. امر بينج بيستخدم عشان اتشيك على الكونكتيفيتي. امر بينج موجود في الرواتر، موجود في السويتشات، موجود في اجهزه الويندوز المختلفه سواء سيرفرات او ورك ستيشن، موجود في اجهزه لينكس المختلفه، موجود في اجهزه اليونكس. امر جلوبال موجود في كل نظم التشغيل. لما احب اعمل تيست على الكونكتيفيتي بعمل امر بينج وبكتب الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي انا عايز اتست على الكونكتيفيتي ما بيني وما بينه. يعني بفرض ان في جهاز ما الاي بي بتاعه 10.0.0.2، يبقى اعمل بينج 10.0.0.2. لما نتك امر بينج بروتوكول اسمه بروتوكول الاي سي ام بي، بروتوكول اي سي ام بي، والبروتوكول دوت موجود في مرحله النتورك لاير، في مرحله النتورك لاير في التي سي بي اي بي بروتوكولز. لما اعمل امر بينج وديستنيشن اي بي، بروتوكول الاي سي ام بي بيبعت رساله اسمها اي سي ام بي ايكو ريكوست، اي سي ام بي ايكو ريكوست، ويتحط في فريم، والفريم ده يبعت للسويتش والسويتش يبعته للديستنيشن. لو الديستنيشن سمع الرساله اللي اسمها اي سي ام بي ريكوست، بروتوكول الاي سي ام بي الموجود على الجهاز دوت واللي راننج باي ديفولت بيبعت رساله ثانيه اسمها اي سي ام بي ايكو ريبلاي، اي سي ام بي ايكو ريبلاي. لو وصلتني اي سي ام بي ايكو ريبلاي يظهر لي هنا كلمه ريبلاي فروم ويجيب لي الديستنيشن اي بي. لان الكارت بتاعي مش متوصل بكابل دلوقتي، فانا لو عملت بينج على 10.0.0.2 هيقول لي ترانسميت فيل، لان اصلا الكارت عندي مفيش كابل خارج منه فما عرفش يبعت حاجه. انما في امر في اي بي ديفولت كده بيسموه لوب باك ادرس، والاي بي دوت لو بنجنا عليه المفروض يرد على طول اي بي 10.127.0.0.1 انتر. الاي بي دوت هو يعتبر الاي بي الخاص بجهازك وده ديفولت اي بي ادرس، كان الجهاز بتاعك بيبنج على نفسه او بيتست على نفسه. فلما عملنا بينج على الاي بي الخاص بيا انا اللي هو لوب باك ادرس، لوب باك ادرس، لقيت ان يجي لي رساله اسمها ايه ريبلاي فروم، والاي بي اللي انا بعته دوت، ويقول لي كمان انا وصلني ريبلاي بعد اقل من 1 ملي ثانيه. وليه في 4 ريبلاي؟ ان باي ديفولت امر بينج بيخلي بروتوكول الاي سي ام بي الموجود في جهازنا يبعت 4 رسائل ايكو ريكوست، وبالتالي يستنى 4 رسائل ايكو ريبلاي. يبقى عمليا انا بشيل ال 127.0.0.1 وبكتب الديستنيشن اي بي اللي انا عايز اتشيك على الكونكتيفيتي ما بيني وما بينه. لو جالي ريبلاي فروم والاي بي اللي انا كنت كاتبه هنا في امر بين، يبقى كده مفيش مشكله في الكونكتيفيتي ما بيني وبين الديستنيشن ديت. طيب الامر الجديد اللي عايزين نجربه امر ارب ماينس اي، امر ارب ماينس اي، امر ارب ماينس اي ده بيعرض لي الارب كاش الموجوده في جهازنا. ايه هي الارب كاش؟ الارب كاش هو جزء في الميموري بتاعه الجهاز بتاعنا، والمكتوب فيه الديستنيشن اي بي والماك ادرس بتاع الاي بي دوت. احنا عرفنا ان كل جهاز بيكون له اي بي ادرس وله ماك ادرس، والماك ادرس دوت موجود على كارت الشبكه. فالبروتوكول الارب مسؤوليته ان هو يجيت الديستنيشن ماك ادرس بمعلوميه الاي بي. طب بيحط الديستنيشن ماك ادرس والاي بيز بتاعتها على انهي، في انهي جزء في الارب كاش الموجوده في جهازنا؟ طب انا عايز اعرض الارب كاش، ارب ماينس اي يعرضها لي. ارب ماينس اي، امر ارب ماينس اي موجود في ويندوز، ولو احنا عندنا جهاز راوتر او سويتش عشان اعرض الارب كاش الموجود فيه امر اسمه شو ارب، امر اسمه شو ارب.
خلينا نجرب ارض ماينس ايه، بيجيب لي هنا الاي بي ادرس الخاص بالكارت الموجود على جهازنا، وبيجيب لك الاي بيز والماك ادرسز الخاصه بالارب كاش اللي هي مربوطه على الكارت دوت. تاني انا عندي كارت شبكه له اي بي ادرس، فطبيعي دلوقتي لو حضرتك بتكلم الاي بيز الموجوده على الشبكه اللي الاي بي ده عضو فيها، ساعتها يبقى انت عندك ارب كاش فيها الاي بي هات اللي انت اتكلمت معاها والماك ادرسز بتاعتها. طب ده انا عندي كارت تاني في الجهاز دوت، ادي الاي بي بتاع الكارت دوت، وهنلاقي الاي بيز والماك ادرسز الخاصه بالاجهزه اللي احنا كلمناها. طبعا في اي بي هات، اي بي هات بيسموها سبيشال اي بي، زي الاي بي اللي اوله 224 دوت. الاي بي دوت ده مالتي كاست اي بي ادرس، مالتي كاست اي بي ادرس، وده احنا مش بنحطه في الاجهزه بايدينا يعني، ده ديفولت اي بي وبيستخدم لرسائل المالتي كاست اللي الجهاز ممكن يطلعها عشان يتواصل مع اكتر من جهاز ات ذا سيم تايم. يبقى دي محتويات الارب كاش اللي بنعرضها بارب ماينس ايه. ممكن نشيل المحتويات ديت برضو عن طريق برنامج الارب او امر الارب. بصفه عامه في اكتر من اوبشن موجودين في امر ارب، لو عايزين نعرف كل الاوبشنز اللي بيستخدمها امر ارب ممكن نعمل بس ارب وبعدين سلاش علامه استفهام يجيب لي كل الاوبشنز اللي ممكن نستخدمها مع بروتوكول الارب. يعني احنا استخدمنا ارب ماينس اي، امر ماينس اي كان بيعمل لي ديسبلاي للكرنت ارب انتريز، يعني كان بيعرض لي السطور ايه الارب كاش. طب وانا عايز ادلل السطور دي كلها عشان اجبر بروتوكول الارب يبنيها من جديد، فهستخدم اوبشن اسمه ماينس دي. طب لو انا عايز احط ماك ادرس معين بايدي بحيث ان بروتوكول ارب ما يعملش عليه كويري، ما يبعتش رسائل بخصوصه، استخدم اوبشن ماينس اس، ده بيضيف ماك ادرس ستاتيك واس جاي من ستاتيك في الارب كاش بتاعتنا. يبقى ده بخصوص بروتوكول الارب. بروتوكول الارب جايبين حتى مثالين اهوت، قال لنا لو بيستخدم ارب ماينس ايه ده بيديسبلاي الارب تيبل اللي هي الارب كاش، يعني لو عايز احط ستاتيك انتري بكتب امر ارب ماينس اس، والاي بي اللي انا عايز احط الماج بتاعه عندي في الميموري بكتب الاي بي او الديستنيشن اي بي وبعدها الديستنيشن ماج. طيب كده عرفنا امر اي بي كونفج واي بي كونفج سلاش اول وامر ارب ماينس ايه وامر بينج. بقى لنا امر اللي اسمه نت ستيت. نت ستيت، نت ستيت اختصار نتورك ستاتس، حاله الشبكه. نت ستيت بيعمل ايه؟ بيجيب لي الاكتف كونكشنز او الليسننج بورتس، البورتات المفتوحه على جهازنا، اوكي، باستخدام امر نت ستيت ماينس مجموعه اوبشن. اول اوبشن ممكن نقول ماينس ان. ايه نت ستيت ماينس ان؟ ان جاي من نيوميريك. لما اعمل نت ستيت ماينس ان بيجيب لي الاي بي هات سواء السورس او الديستنيشن والبورت نمبرز المستخدمه. يعني مثلا هلاقي هنا ان بيقول لي في تي سي بي كونكشن، تي سي بي كونكشن السورس اي بي 127.0.0.1، وده السورس بورت، البورت او رقم البرنامج اللي شغال دلوقتي على الجهاز بتاعي، وده الديستنيشن اي بي، الديستنيشن اي بي، وده البورت المفتوح عند الديستنيشن اي بي، وحاله الكونكشن دي استابلشت. يبقى انا كده عرفت ان الاي بي ده كسورس بيكلم الاي بي دوت، والبرنامج اللي البورت بتاعه دوت بيكلم البرنامج اللي البورت نمبر بتاعه دوت، وحاله الكونكشن ديت استابلشت وبيستخدم بروتوكول التي سي بي. طيب ده هنلاقي ان الاي بي 127 اللي احنا قلنا من شويه ان هو ديفولت اي بي وبيشاور على نفس الجهاز، فعلا لان الجهاز بتاعي مش شغال عليه دلوقتي كارت الشبكه، ما انا شايل الكابل بتاعه، وكمان كارت الشبكه الوايرلس انا عامله ديسيبل، علشان كده مش جايب الريال اي بي او الاي بي اللي انا مستخدمه عشان اخش بيه على الانترنت، ان انا بالفعل عامل ديسيبل لكارت الشبكه الوايرلس. لو احنا كنا عاملين انيبل لكارت الشبكه الوايرلس او داخلين على الشبكه او على الانترنت عن طريق كارت الشبكه الوايرد، كنت هلاقي هنا الاي بي بتاعي اللي انا حاطه بايدي او الدايناميك اي بي، والبورت نمبر اللي عندي والبورت نمبر بتاع الديستنيشن، وحاله الكونكشن ديت اللي هي استابلشد
او في حالات تانية زي ويتنج كده او ليسننج. بكده يبقى عرفنا نت ستيت وبينج وارب واي بي كونفج. طب هو احنا عملنا الشبكه ليه اصلا؟ يعني اوكي احنا خلاص حطينا اي بيز وعملنا بينج على الـ على الـ على الريموت اي بيز واداني ريبلاي. احنا عملنا الشبكه علشان نستخدم نتورك سيرفيسز، خدمات النتورك زي خدمه الشيرنج، زي برنامج الاف تي بي، زي نستخدم برنامج الويب مثلا اللي هو الاتش تي تي بي. فاحنا عايزين نعرف ازاي نستخدم او ازاي نعمل مثلا شيرنج على النتورك. ازاي اعمل شيرنج؟ ببساطة خالص شيرنج باجي على اي فولدر انا عايز اعمل له شير. مثلا باجي هنا على مثلا فولدر هايبر، بعمل رايت كليك عليه وبعدين باجي على بروبرتيز، هلاقي هنا في تاب اسمها شيرنج. سيمبلي باجي على تاب اسمها شيرنج واتك على كلمه شير او ادفانسد شيرنج، الاثنين هيأدوا نفس الغرض بس في اوبشن زياده في ادفانسد شيرنج. بعلم على شير وبعدين بكتب افري وان، افري وان، او ممكن ما اكتبهاش واتك على السهم الصغير ده هيجيب لي مجموعه اوبشنز من ضمنها افري وان، وبعدين اتك اد. وبعد اد احنا عايزين افري وان في النتورك يعمل ايه؟ يقرا بس الفولدر ولا يريد اند رايت؟ بفرض ان هعملها ريد اند رايت اتك بعديها شير. معنى كده انا عملت ايه؟ الفولدر اللي اسمه هايبر دوت والموجود جوه جهازي اللي اسمه ماي بي سي بقت شيرد فولدر. يعني لو في اي حد عندي في النتورك جه عنده هنا في 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 قائمه ستارت وعمل رايت كليك ورن وعمل اتنين باك سلاش والاي بي بتاع جهازي اللي هو مثلا 127.0.0.1 واتك انتر، هيشوف الفولدرز الشير اللي من ضمنها الفولدر اللي اسمه هايبر. ومش بس ممكن يعملها من سترايك كليك وبعدين ران، لا ممكن من ماي كمبيوتر هيلاقي عنده نتوركس او من الاكسبلور عنده هتلاقي فيه مكان نتورك هنا، لو اتك عليه يلاقي اسم جهازي، لو اتك على اسم جهازي هيلاقي الفولدر اللي اسمه هايبر دوت ويقدر يكتب عليه او يكرييت فيه فولدرز او يعمل ريد او يقرا الملفات الموجوده جوه فولدر هايبر دوت او اي فولدر انا عايز اعمله شيرنج. طيب دلوقتي احيانا باجي اعمل بنج على اجهزه النتورك بلاقي اجهزه النتورك مش بتعمل لي ريبلاي، مع اني متاكد اني موصل الكابل بتاعي والكابل في الجهاز التاني والكوابل شغاله والسويتش شغال. ليه ساعات الريموت بي سيز ما بتعملش ريبلاي؟ لان بيكون عندها في فول برنامج اسمه ويندوز فاير وول بيكون مانع الريبلاي على امر بينج او على رسائل اي سي ام بي ايكو ريكويست. فلو انا عايز اخلي برنامج الفاير وول يسمح او يعدي الاي سي ام بي ايكو ريكويست او ايكو ريبلاي بعلم على الفاير وول وممكن بسهوله خالص اعمل له اوف لو هو شغال. اعمل الفاير وول دوت اوف. هو مهمه ويندوز فاير وول ان هو بيحمي شويه الجهاز بتاعي من محاولات الهاكينج او ان حد يبنج على جهازي وانا مش عايز حد يبنج عليه او يريبلاي يعني، فممكن افعل او اشغل الفاير وول. فلو عايزين التيرن اون او اوف الفاير وول باجي على الاوبشن بتاع تيرن ويندوز فاير وول اون او اوف وبعلم عليه، يا اما اختار تيرن اون الفاير وول او تيرن اوف الفاير وول، سواء للشبكات البرايفت اللي هي الشبكه اللان الموجوده عندي او بصفه عامه على اي شبكه زي الانترنت كده واللي انا متوصل بيها عن طريق الراوتر الموجود عندي. انا هنا عامل اوف علشان لو حد يبنج عليا انا اعمل ريبلاي على الامر بينج دوت او على الاي سي ام بي ايكو ريكوست. بكده يبقى عرفنا اهم الاوامر اللي بنستخدمها علشان نستابلش ونتست على الكمبيوتر نتورك بتاعتنا.